الكرم من مدينة معان، تحديداً من قلعة معان العثمانية. إحنا هلأ موجودين بالمتحف التراثي المعاني عشان أنا وإنتو نطبخ الأكلات المعانية هون مع أم علي. جاهزين؟ يلا. أكتر شغلة واحدة من أكتر الأشياء اللي أنا بحبها بدار الكرم إنه كل ما ندخل عالناس على المطبخ بيستقبلونا بهالروائح الزاكية، البصل والسمن واللبن. إيش أحدثكم؟ طيب يا جماعة، إحنا هلأ موجودين عند أم علي بالمطبخ الإنتاجي اللي تابع للمتحف التراثي المعاني بمدينة وزارة السياحة بمدينة معان. كيف حالك أم علي؟ أهلا وسهلا فيكم. خلي لي إياك يا أهلا وسهلا، شرفتونا. يسعدك يا عمري. هلأ إحنا محضرين أربع أشياء بدنا نعملها، صح؟ صح. أول شغلة رز حامض. حلو، على الطريقة المعانية الأصلية. طيب إيش بدك تبلش؟ أول إشي احكي لي عندك هون بالطنجرة إيش فيه؟ إحنا فيه لبن جميد. أوكي. دقينا اللبن وحطيناه على الخلاط وصفيناه في التنجرة، حطينا عليه كركم وملح وخلينا يغلي. حطيتي ملح على الجميد؟ والله بكون مو مالح كثير. ما هو بدك تملحي، هو الرز بكون ايش باخذ من منه. من ملح. حلو كثير. عندنا هنا رز سعودي منقع ومغسل، حبة طويلة يعني. وعندنا العدس مسلوق، بنضيف العدس مع الرز. هلا السؤال الاهم، العدس هي هيك اصلها مع عدس؟ مع عدس. حلو. أوكي. احنا رحنا على مهرجان الزيتون اشتركنا مرتين العام وهالسنه، بيشوفوه بيقولوا هي مجدره، قلنا لهم لا، المجدره مطبوخه في مي، هذا مطبوخ في جميد. فهذه الأكل المعانية اللي بتتقدم في الأعياد، في الأعراس، في المناسبات. قبل ما اسالك السؤال رحتي حكيتي، ما هذا اللي بدي اسالك اياه لسه. يعني هلا هذه الرز الحامض هون بنعمل قلنا العدس، وبتقدم بالمناسبات. بالمناسبات في الأعياد، في الأعراس. في مناسف ولا ما في مناسف؟ في مناسف، بس هذه أيام الأعياد. الأعراس بيسووا مناسف. بس هسه الأغلبية صارت لا يعني لا ذوق التكلفة للعريس، صاروا يسووا أوزي، صاروا يسووا رز حامض. أول كانت الذبايح، هسه الذبايح مكلفة يعني. صح. بده يكلف العريس 3000 عشان العريس، يعني بده يدخل يدخل الدنيا يعني وهو مديون. فقالوا يعني الرز الحامض عاداتنا، هذه عادات أجدادنا، عادات المعانية ما بتتغير. صح. فالتجأوا إليها يعني، هسا رجعوا عاداتنا، جددوا العادات القديمة، ما اندثرت يعني نهائيا العادات. ولا أحلى من هيك. هسا إحنا بنحطه على اللبن الجميد. الجميد غلى هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. الله عليك يا أم علي، الصلاة على النبي. هلأ بده يسحب كل اللبن فبصفي رز عادي ولا بضل في مرقة؟ لا لا، ما بضل في إشي. طيب يعني باخد له شرب بنشف. هاي السعودي وبنجف. الكمية منيحة هاي، باخد له شي نص ساعة 45. هسه بنحطه على ال... طيب هلأ هاي قدينا نتركها أم علي؟ هسه نص ساعة، هذا بتكون ناتج نص ساعة وبتكون خالصة إن شاء الله. إيش تساوي هلأ؟ هسه بدنا نسوي كبيبات. حلو. كبيبات في لبن. كبيبات باللبن إن شاء الله على الطريقة المعنية. يلا. طيب هلا عنا الكباب، احكي لي. احنا اهلا وسهلا فيكم محافظة معان، المطبخ الانتاج السياحي. صح.
صحيح. مكرمة من جلالة الملك الله يطول عمره ويخلي لنا يا رب. الله شكر للدكتور ياسين صلاح أتاح لنا الفرصة ندرب في المطبخ الإنتاجي ونساعد أهل معانا على الأكلات الشعبية ونعرف الأردن والعالم كله عن مطبخنا هون. إحنا هنا كبيبات هذه أكلة معانية. الكبيبات هذا البرغل الناعم بنقعه في مي ساخنة. في ناس بيستعملوا في جريشة قمح. أوكي. فالأسهل للطبخ وللطهي صرنا نستعمل البرغل الناعم. حلو. اللي بيستعملوه للكب القلي. فهذا البرغل الناعم بنقعه بعد ما يتنقع بنجيب الطحين القمح وبنعجنه فيه لما يتماسك زي هيك. حلو كتير. بنبدأ نشتغل فيه نكبكبه. الله الله الكبيبات هذه. أنا معك أم علي أنا معك بس الطنجرة هون بتضل تنادي علي. صح وعافية. صلى على النبي. بعدين بترشي عليه نتفة الطحين الأسمر. طحين البلد القمح. لك هيك كمان واحدة. الحشوة ايش فيها احكي لي؟ بصل وحمص حب. ولا اروع من هيك صراحة. جداتنا وامهاتنا الله يرحمهن كان يحطن عدس كمان. يسلقن عدس وحطن مع الحشوة. بس احنا الحين الجيل اليوم خلها بس على البصلة واللحمة شهب. والحمص. لحمة صح. طب ام علي احكي لي انتم المطبخ الانتاجي هون لوين بتوصلوا؟ بنوصل عمان الزرقاء وصل السعودية وصل امريكا تواصل. موسم العمرة يعني احنا الحين ما شاء الله من شهر 10 واحنا شغالات للعمرة لما فتحوا موسم العمرة واحنا شغالات كعك يعني بيجوا الاهالي بيروحوا للي بدهم يروحوا قريبهم وبروحوا امريكا الكباب بروحوا امريكا الكبيبات بروحوا مجمدات طبعا وبنطبخوا الثلاجه عندهم جميل بنطبخها بس بالسخانه التسخين في ناس باخذ كعك معاني ما احلى في ناس اخذ مجللي من لعمان بتوصلوا عادي بتوصل والله وفي رقم احنا يعني في رقم تليفون على الفيسبوك ايش اسمكم ام علي سق الله مطبخ السياحه الانتاجي مطبخ السياحي الانتاجي بدخل عليه ام علي على طول الرقم تليفون موجود عشان ما اللي عباله ما يحرم حاله شو عبالكم تليفون ووصوا تمام يا ام علي هاي جميداتنا غليو هسه بدنا نسقط الكبيبات باللبن لمنظرهم بسم الله صلى على النبي قد ايه بياخذوا وقت تقريبا لانهم يستووا ربع ساعه يعني ما بتحق الطبخ هذا سهل ريحه لانها جريشة القمح بتطول في الطبخ البرغل الناعم لا ريحه البرغل والقمح لما نزلت على الجميد يا الله شو احكي لكم عراس ومناسبات تكون هيك الصواني مفروده بهاي الاجواء الكبيبات هسه بنحط السمن البلدي على الرز هسه في سمنه والله انا اخذت اللقمه من غير السمن يا حبيبي صلى على النبي طيب هلا بدنا نتركهم يخلصوا واحنا بدنا نستنى علشان نسكب الاكله وبعدين ندخل مش عارفه هلا اذا ام علي حابه تسكب ولا لا بس هلا بدنا ندخل على المجلله بالبندوره صح؟ صح دقائق نروق السهله ونرجع لكم اوكي يا جماعه هي الرز بحامض قرب يخلص والكبيبات جاهزه طيب ايش اللي على الفرن؟ بندوره اللي على الغاز يعني اشرحي لي اكثر الحين احنا عندنا المجلله بنعصر البندورة وبنذبل لها راس بصل قرن شطة حارة حلوة اللي بيحبوه يعني حسب الرغبة بنحطها على الغاز لما انها تتعقد وتثقل مزبوط تحطي صلصة بندورة او اشي بس بندورة لحالها هلا البندورة بتقيمي قشرتها ولا مع قشرتها لا في ناس بيشيلها بسلقها احنا سلقناها بعدين طحناها على الملوكس تعطيكي مي اكثر
سلقتي البندورة؟ سلقتها في نفس الطنجرة هذه يعني الكبيرة، يعني مسكت البندورة حطيتيها جوا مي، غسلتها وحطيتها في الطنجرة وحطيت المي عليها وسلقتيها. تسلق بيطلع القشر فورا. أه. وبساعدك عند الهرس لما تطحنيها على الملوكس بتعطيكي مي أثقل. حلو. هسا بندورتنا احنا في الصيف شهبة و مي صح. يعني روياني مي. أه. ولا هي. أه. غامقة. صحيح. فبضطروا الناس يحطوا صلصل. فإحنا صلصل في ناس بيسوي حرقة، في ناس بتضايق منه صلصل، فبقولوا البندورة أفضل يعني. أوكي. إحنا بنسويها في البندورة لما كي بتسلقيها قبل ما تطحنيها بتعطيك أغمق لون. والله فشر الطليان صراحة، شوف ما أحلاها. هاي ما فيها صلصة بندورة؟ لا، بندورة حلو. الله. بنرجع هنا للطحين القمح، طحين القمح البلدي. بنخل الطحين القمح البلدي وبنحط عليه شوية ملح. ما بنكثر لأن البندورة بتكون مملحي. صح. ملحة بسيط. كتير كتير ظابط. إشي بسيط. بنخبز، بنعجنها في المي وبنخبزها في الفرن. بعد ما نخبزها بنقعد نفتو يعني. قد ايه بتقعد بالفرن تقريبا لما بدك تخبزيها؟ انت تخبزيها بالفرن؟ بنخبزه احنا عندنا خبز العربي. خبزنا الفرن العربي، فبنقعد نفتو احنا والصبايا حسب الطلب يعني. في حدا يابس ما شاء الله. هذا ما بتغمس فيه الخبز صح؟ لا لا، هذا فطاير ما بنحط عليه خميري. مو خامر هذا. عويس بسموه. عويس. خبز فطاير اللي هو خبز المجلل. وكل واحد قد لقمته يعني. بتقطعيها ولا كله خلص هيك؟ احنا بنفته ناعم مشان ايش عند الفت في البندورة يساعدنا. هسا بنحط البندورة عليه، البندورة بتكون مغلية وساخنة مزبوط. هلا المجللة في اللي على لبن وفي اللي على بندورة، اصولها الاغلبيه بحبوها على بندوره. اشمعنى؟ اللبن شهوه يعني. شهوه. هي الاغلبيه على بندوره. بزبط. في ناس بسويها بندوره ولبن. بسموها مشوطه. يعني بخلطوا البندوره بضيفوا لبن لها مشوطه. الريحه صلع النبي. تستعملي إشي صلب زي هيك مشان يساعدك في الفت ما ينكسر، يكون قزاز يكون. ولا بدها كمان ولا هيك منيحة؟ لا بدها. أسقط لك؟ لا بس يمشي معاها. يلا هلا أنا بحضر لك إياها. إحنا بنسوي كميات. بنحط هالبندورة عليه وبنغطيها تتفنش وتساعدك في التشتش. أيوة. تشرب البندورة مزبوط وبعدين بتفتيها. هاي أكلة شتوية صيفية للمناسبات للأعياد. يعني لما تسوي 30 صدر 20 صدر بنعمل منها. بنعمل منها. بتاكل بالمعلقة في الإيدين. احنا بالإيدين مو معالي. لازم أسأل عشان لأنه تتكور زي الرز. لا ما فيش أحلى من هيك. الريحة قصة. بساطة المكونات ولا أحلى ولا أجمل من هيك. والطعمة أصيلة معانية، فيها ريحة الأرض، فيها ريحة المنطقة. قدي صار لك هون بالمطبخ الإنتاجي يا أم علي؟ سنة ونص. كيف الشغل؟ من 2018 7/7. ما شاء الله ما شاء الله الكريم دايما. يعني إحنا الفضل للدكتور ياسين، هو اللي داعمنا. الله يسعده. وهو اللي مساندنا وهو اللي فتح لنا المطبخ الإنتاجي. نشكره إحنا من برنامج دار الكرم صراحة، لأنه إحنا جزء كتير مهم عنا ببرنامج دار الكرم. يعني هذا الوحيد المطبخ اللي في محافظة معان، ما في مطابخ غيره. ما في. في المنازل بس. يعني إنه مكرم ملكي وزارة سياحة إلا المطبخ هذا. صحيح. هذا الإشي اللي إحنا دائما بنحب إنه نسلط الضوء عليه بدار الكرم، عن تمكين المرأة بالمجتمع. وإحنا وجودنا بالمطبخ هو دور طبيعي، دور المرأة بالمطبخ ولا لأ؟ في أطلب النفس المرأة بالمطبخ؟ أكيد. بس كيف تعرفي إنها بدهاش بزيادة؟ مي بتنشف الخبز القمح بينشف. أدير لك؟ حط شوي. يلا قولي لي بس. بسم الله الرحمن الرحيم. كل ما كانت طرية هي مع الوقت بتنشف. بس هلأ هي لما تعمليها هيك خلاص ما بترجع على الفرن صح؟ لا خلص هيك هسه للضيافة. هلأ هيك على السريع بتنسكب وبتضيف. ما بنزينها في البصل في السمن البلدي. بصل. بيجي عليها لحم أو دجاج؟ لا. خلص هي هيك. لا يعني تعتبر أكلة نباتية. إحنا عندنا جدودنا بسموها فطيرة لحمة. في نفس الخبز هذا
بغلوا اللحمة في اللبن بطبخوها زي المنسف وبدال ما يطبخوا رز بطبخوا نفس الخبز هذا بفتوه في اللبن بسموها فطيرة لحم فبصفي اللحم في ناس بسويها في الشراك في ناس بسويها في الخبز العويس حلو كتير هذا وبصف اللحم عليها وبحطها السمنة وهزيني وصحتين وعافية ولا أجمل ولا أحلى أما المجللة البندورة نهائيا لا لا لحم ولا, ولا جاد ولا أي إشي شفتوا لي الحلوين مع أحلاهم هدول هم موجودين بمعان صح؟ ممكن. تحديدا هون بالمطبخ الإنتاجي الموجود فيه أم علي طيب إيش نسكب أول إشي؟ المجللة يلا سمي نرجع لشغل المجللة بسم الله الرحمن الرحيم الله الله تنفهمها نعمل هيك صح؟ مع شوية البصلات أنا معك أم علي بس إيش؟ مع هالبرد والله بدها هيك عفكرة لحقتوا معي ولا ما لحقتوا؟ السمن؟ قلتلك ولا عادي منحطة مشوطة بيجي معها سمن خلص فيه لب السمن بالجميد هيك بتنحطوا خلاص؟ هسا احنا بنزينها في البصل البصل مقلي وجاهز يا الله الطعم شو صح بعدين هيك بصيروا يفتحوا طرق وتنزل السمنة هو رغبته يا بوكل من جنبه بحطه من الماجور يا انه بنزل الماجور على جاله الماجور اللي هي هون اللي هنا ايوه اللي بنحط فيها السمنة عشان تعرف بس هسه زينا المجلل في البصل وفي السمنة وصحتين وعافية يعني جد يسلم هالإيدين الطعمة ولا أروع اللي بعده هسه بنرجع للرز الحامض يلا أهلا وسهلا فيكم هي بس أول معلقة ولا أمر عليك هيك النتو صغير حطي قال قال يعني ما تكتريش كمان شوي بخلص بكفي بسم الله الرحمن الرحيم الله ها ها ها. ايش هذا شفتي اللبن لا بينشفوا كله يعني راح. ما بيضل عليه نهائيا انتوا شايفيني هديك مش تقولوا مجدره معانيه هاي اسمها رز حامض مشهور في الاعياد بس. في الاعراس في المناسبات مش انكم نجاح التوجيهي يا ما احلى مش انكم شفتوا العدس تحكوا عنها اشي تاني بيجي عليها اي اشي بصل وسمن وين البصل؟ أجيب لك البصل هي البصلات على الماجور على الصواعق النبي هاي بالصيف بالشتاء طاقة حديد كل واحد هيك صح؟ عليك مرضى عليك هسه رجعنا للكبيبات في اللبن شايفين المنظر طلع يا ساتر شو هذا الكلام الكبير طبعا انا بين طنجره المجلله البندوره لا الكباب بس بسقط شويه من اللبن وبندوره ولبن وبندوره بسم الله الرحمن الرحيم لما بيصير هذا الحكي قدامي الواحد يعجز عن الكلام وعن النطق عند البطون عند البطون غابت الذهول حكيت ايش انا عند البطون تذهب العقول شكرا ام علي بدك تحطي بدك تحطي زينها شويه سمنه بيجي معها بقدونس لا اي شيء اخضر هيك لا. بس زي ما هي بس هيك مثل ما هي هذه اكلاتنا ما بنغير فيها شيء ولا احلى ولا اجمل طيب هي خلصنا ثلاث أكلات الرز الحامض والكبيبات والمجللة وهلأ بدنا نروح وين؟ فطيرة السكر على الحلو يلا على الحلو أم علي يعني أنت جد أبدعتي الصحون المعانية مش الصحون هدول اللي هيك بنلاقيهم عنا لا إشي بلم وقاعدة بلم هذه الجماعات ولا أحلى من هيك طيب هلأ عنا الحلو
صح؟ احنا الحين عندنا فطيرة السكر. حلو. هذا هذه كنافة المعنية قديم. كنافة. اي عندهم هذا مش خبز اشراق. خبز اشراق. عشان نفهم في السمن البلدي. يعني خبز اشراق بمعان بتسموه؟ احنا عندنا فطيرة السكر. فطيرة السكر. سو يعني بنحكي عندنا خبز الاشراق بتفتفت وبنحط بالجاط. هلا ما في اطراف وبتقيمه بتحطوا اطراف؟ ما في اطراف له هذا. اطراف. هذا بلدي. كل شيء بمعان غير. ما فيش نقاش. هاي السمن. في القطر كمان سخنتي صح؟ قطر عادي انه مثلا كاسة مي. مي في كاسة سكر. كاسة سكر بتحطي معها اي شيء ثاني؟ لا. عصرة ليمون بس. مية ورد ما مية ورد. لا 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 لا. هذا عندنا هيك فطيري هذه ولا أحلى منها. أنت اللي ما في أحلى منك. أنت اللي ما في أحلى منك. الأكلات الشعبية القديمة ولا يمكن إن نتركها أو يروح موديلها. بنجدد في الموديل إحنا. يعني بيموت جيل وبيطلع جيل. يطول العمر يا ربي. الله ما في سمن بلدي. ولا أكلة بتزبط لازم سمنة بلدي. بتفركي الإشراك فيها هيك مزبوط. الله. وهي تقولي ليش بتتاكل بالإيد سخنة؟ هذي معلقة أو القطر معلقة صح؟ الصلاة على النبي. لا 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 مش كتير القطر على فكرة. مو بشربها سأسا. الصلاة على النبي. الله الله الله. هاي ايش مناسبتها أم علي؟ هذه احنا عندنا هنا حنا العروس. في ناس بيسوي مجللي، في ناس رز حامض، في ناس تحلاي. يعني بقولك اشتري جاتو ولا اسوي انا فطير السكر في البيت شهوي. لا. كل بكلها. لا بلا جاتو بلا ماتو. خلينا بهاي ولا لا؟ قال جاتو. قال في ناس بوفر على حاله كل اشي موجود عنده في البيت. بس الطعمة والاصل للعادات القديمة حلوة. كيف مع غناوي للحن العروس وما تكون اكل شعبية. شو بتغنوا الليلة حن العرايس؟ يا سلام سلم فتح لك ورد الجناين. يا حلو كلم. فهذه للمناسبات. لقمة صغيرة أنا دقت قبل يعني، بس هاي كمان وحدة لأني مش قادرة. السمنة قصة عن جد، قصة مش معقول. شو طيب أم علي عن جد يسلموا إيديكي وعينيكي على كل إشي عملتي. أهلا وسهلا فيك. وعلى أطباق المعانية اللي أنت تمسكت فيها الحمد لله وطلعناها للأردن ولبرا الأردن إن شاء الله. ونشكر جلالة الملك اللي تاحنا الفرصة هذه نتعرف عليكم ويعني نشهر الأكلات الشعبية اللي ما تندثر. الله يخلي لنا إياها يا ربي. والشكر لدكتور ياسين تاحنا الفرصة، ساعد العائلات المستورة، ساعدنا إحنا كمان في فتحة المطبخ، وخلي يعني الشعب يعني يرجعوا للتراث. حبيبة قلبي الحمد لله. بنلاقيك. خليك يا عمي. بنلاقيكم على الصفر. سفرتنا اليوم بدار الكرم عنية. احنا اليوم موجودين بمدينة امعان مع الدكتور ياسين صلاح مدير السياحة بمحافظة امعان، والدكتور منصور التلهوني استاذ بجامعة الحسين بن طلال. دكتور اول شيء بدي احكي لك عن جد شكرا كتير على تواصلك معنا وساعدتنا حتى نيجي نوصل هون علشان نقدر نصور. شكرا كتير لك دكتور. دكتور ياسين بدنا نقول لك شكرا كتير على ضيافتكم وعلى انه فعلا احنا لما طلعنا من عمان واجينا على محافظة معان وشفنا اشياء صراحة ما بعرف. انا راح اترك الحكي عندك. سيدتي الفاضلة برحب باسرة تلفزيون عمان تي في، وصراحة يعني هذا يوم جميل جدا. نعم. احنا الان موجودين في مركز تدريب الحرف اليدوية والسوق السياحي. هذا الموقع مبادرة ملكية غالية لأهالي مدينة معان. هذا المركز يحتوي على مجموعة من المباني الخاصة
تأكيد على أهمية الهوية الوطنية وترسيخ معانيها من خلال المنتج اليدوي الحرفي اللي شفتوه خلال جولتكم في أقسام هذا الموقع. صحيح دكتور. أضف إلى ذلك موجود عندنا المطبخ الإنتاجي السياحي الحريص على أنه يحافظ على ديمومة واستمرارية الأكلات الشعبية. المطبخ المعاني غني وثري بأكلاته اللي بتمثل الهوية الوطنية والتراثية، وهي أصلاً هذه المحتويات الموجودة في كل بيت. صح. مكوناتها طبيعية 100%. بسيطة دكتور. نعم صحيح. وهذه الأكلات اللي نشوفها أمامنا في هذه الصفرة الجميلة، الرز الحامض، هذا الرز الحامض موجود دائماً بمناسباتنا السعيدة بأفراحنا وأعراسنا وبالأعياد. عندك المجللي والمجللي، هذه الأكلات اللي موجودة خاصة في التعاليل المعنية. وعندك الكبي، وعندك الجانب القسم الحلو، هذه الفطيرة بالسكر. يعني هذا المطبخ الإنتاج تنساش الكعك. الكعك له نكهة خاصة. صح. خاصة مع الشاي، الشاي المعاني والكعك المعاني هي قصة ثنائية، الحكاية جميلة جدا. والله. المطبخ المعاني زي ما شفتوا هو ثري أنيق مرتب، بحافظ على الهوية الوطنية، كله تراث. صحيح. وصحتين وعافية، أهلا وسهلا فيكم. الله يسعدك، شكرا كثير لكم دكتور، غلبناكم، شرفتونا. من محافظة معان أنا هيك بنهي الحلقة لليوم من المطبخ المعاني، معي أنا شيف نجود بحلقة دار الكرم. بلاقيكم بحلقة جديدة إن شاء الله. مع السلامة.